النهارده احنا ماشيين بندور على اللي عندهم فيروس سي، مفيش كشوف انتظار نهائي. الحمد لله. اي واحد بيطلع التحليل بتاعه حد اقصى مع اللجان بحوالي اسبوعين اقصى حاجه بيكون تلقى العلاج. بدانا نروح اماكن التجمعات، يعني احنا تعهدنا قدام معالي وزير الصحه ان احنا واخدين كل جامعات مصر. بنبدا نعمل مسح لكل الطلبه، ومعدل الاصابه في الجامعات الحمد لله يعني النسبه ما بتتعداش اقل من 1%، اقل من 1%. بعض المحافظات اللي هي بحري توصل لاثنين، انما معقوله جدا، والعلاج بيبقى سريع لانه لسه ما ظهرش ولسه كامل، فاسبوعين بيبدا يبان عليه اثر العلاج. طبعا بيكمل الكورس كامل طبعا تبقى لتعليمات حضرتك، لازم الثلاث شهور يكملوا. فالحمد لله احنا ماشيين بندور. اجمل حاجه الاول ممكن نيجي نحلل لحد فيروس سي في اي مؤسسه يقول لك لا دول جايين يحللوا لي عشان يطلعوا عندي فيروس سي ويرفدوني. النهارده بمنتهى الثقه شايف صندوق تحيا مصر هو بتاعه اللي هو من تبرعاته جاي لحد عنده وبيعالجه ببلاش، وشايف اخوه او قريبه خف، فبيجوا بمنتهى المحبه. على العكس في ناس بعد ما يقف في الطابور وياخد العينه يطلع حاجه من جيبه ويحطها، يعني مش كل العربيات حاطين فيها صناديق تبرعات، يروح سيبها وماشي. يعني فالحمد لله لانه حس الاول مره ان الفلوس اللي بتطلع من جيبه راحت لجهه سليمه، راحت لجهه سليمه، وهو نفسه استفاد بيها، نفسه استفاد بيها. وشاف حتى من طبيعه المصريين الجميله لو قريبه خف بيشعر بالامتنان. طبعا طبعا. احنا كنا في احد القرى في محافظه مش بس قريبه يا محمد، لو جاري لو حد مجرد بس فكره انه، ودي كانت ازمه الثقه اللي كانت عندنا زمان في مساله ان الدوله لما تيجي تقول لك تبرعوا او وقفوا جنب بلدكم. فاكر من زمان من سداد ديون مصر قال لك تبرع سداد، فكانت نكته لان بيقول لك انا هسدد ديون مصر وانا عارف الفلوس هتتبخر. لكن الثقه دلوقتي في ان الفلوس بشوفها قدام عيني حتى لو ما جاتليش انا شخصيا، بس عالجت قريبي او عالجت جاري او عالجت حد اعرفه، خلاص ده مصدر الثقه بيتزرع. بالظبط يا فندم، بتدي ثقه. وده في تقديري ده شعور المواطنه هنا بيتنمى. احنا كنا في احد قرى الصعيد بنسلم بيوت للبيوت اللي احنا بنعيد رفع كفائتها وبنبنيها، ففوجئنا باحد السيدات اقتحمت الموكب وراحت واقفه ومزغرطه. فطبعا الطبيعي كله تخيل انت فين بيتي يا حاجه عشان نيجي نفتتح. هو في الاول قلت لهم لا انا اخويا خف من فيروس سي. الله. وراحت المزغرة الثانيه كل الستات اللي على الاسطح البيوت راحوا رادين عليها. كان مظاهرة مواطنة جميلة وبمنتهى التلقائية. قالت لك أخويا خف من فيروس سي، مع إن أنتوا جايين لحاجة تانية خالص وقصة تانية بتاعت بيوت ورفع